ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يترأس اليوم الثلاثاء بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وعلى رأس جدول أعمال مجلس اليوم دراسة مشروع قانون المالية لسنة المالية 2018 والنصوص المصاحبة لها، وهي على التوالي مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن تسنيد الأصول، وثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى والتمويلات الخارجية، وكذا إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.